تشالنج الحكومه دخلت 40 مليار فهاد بحال اللي تفسر وعاونوا بها الناس. كتعرف ديال السياسه كتمشي غير لهذوك اللي ما يمكنش نديوهم هنا. الا خزينا واحد 10 المليار ديال الدرهم وعطينا لهاد المساكين زعما شنو غادي يوقع في ملك الله؟ صحاب القناة هذا بقى هس دابا بقى السهل ما غاديش سيو ياك. كنا نخشى على بطوننا من الجوع، كنا كنخافوا على كرشنا من الجوع، واليوم نخشى على اوطاننا من تبعات الجوع كما قال احد المفكرين. السيد الامين العام البرلماني بعد شتو انتقل من الشعر الى التهييج. ما غاديش نختلفوا، ولكن بغيتكم سيد رئيس الحكومه تردوا فقط المواطنين والمواطنات المعوزين المقهورين اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازله. ما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا. انتوما كتصنعوا دابا الفيك نيوز وتطلعوا وتقولوا للمواطنين. انا مواطن مغربي واكيد انكم سمعتوه كيغوت بغينا الجفاف نموتوا كلنا بحال الكسيبه. واش اسي سي وزي واش عارف انت بانك جيتي من بعد السي العنصر وبانك عندك حزب كبير قدو قداش؟ راه كبير هذاك الحزب ديال راه مسؤوليه كبيره. ويمكن غادي نفاجئكم، هذا أول وصف كتوفقوا فيه، حيت بصح مرضنا والله تا مرضنا، حنا كنشوفوا خوتنا المغاربة كيتقطعوا وكيتهانوا تحت شماتة القفة وعوز الجيب وخيبة المائدة وترقب العائلة. وإلا كاين تقصي الحقائق هنا فين خصها تكون؟ أو تيدير اللي بغيتي. وشوف دير اللي بغيتي وقول لي غادي نديرو واحد تقصي الحقائق على واحد المخطط قول عم الله اش وقع فيه. دوك حنا ما عندنا حتى اشكال ولا قلق باش نتكلموا على مخطط المغرب الاخضر. نريد كشف الحقيقه، ولكن ما غاديش تقبلوا الاتهامات الموجهه للحكومه في هذا الباب كونه لا 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 عفوا ارجوكم بدون تصفيق. تكلموا ما يصفقوش هو تكلم وجاوبنا وهذا يعني انه تاخذها بحال هذا الكلام ديال التهييج ديال المواطنين وهذا يعني باص انا نقول لك باص انا مسؤول وعندي مسؤوليه في الحزب وكنعرف اش كنقول وكنعرف اش كنوزن. وهم ما تنساوش فهموا انه تبغي تقول بانه المغاربه وهذا، ولكن قلت هذا الشيء بني ملال وما جاب الله تيسير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الحكومة المحترم، سيدات والسادة النواب والسادة والوزراء الأفاضل، بداية نرحب بك سيد رئيس الحكومة معنا في هذا الفضاء والذي لازلنا كلنا توق وأمل وطمع أن نلقاك ونلاقيك فيه بشكل مواظب مستمر ومتواصل حتى نجنب الحكومة وهذا حبا فيكم تهمة الإساءة والانتقاص وإهانة التعاقد الدستوري. هي مناسبة أيضا بغينا من خلالها نعبر عن افتخارنا واعتزازنا بالقرار الملكي الحكيم بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدة عنها، واستحضار هذا القرار فضلا عن حمولته الرمزية هو البعد الاستراتيجي دياله، لأنه عنوان لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وتصحيح المقاربة الإيديولوجية لهذا التاريخ. وندعوكم سيد رئيس الحكومة بالتعجيل في تفعيله عبر تعديل بسيط في المرسوم المعدل للعطل وتبرير اختيار اليوم الرسمي. وأنا كنوقف قدامكم سيد رئيس الحكومة المحترم مرة أخرى، كيحضرني واحد المثل المغربي دارج كيقول جلسني جلست خوك وحاسبني حساب عدوك، وهذا كناية على الصدق في الكلام والمحبة اللي كنكنوا لكم. اختيار موضوع الأمل الغذائي اليوم في السياق اللي كنعيشوه هو في اعتقادي اختيار غير موفق، لأن عوض الأمل الغذائي أصبح اليوم الحديث عن الغداء الأمني، بمعنى كنا نخشى على بطوننا من الجوع، كنا كنخافوا على كرشنا من الجوع، واليوم نخشى على أوطاننا من تبعات الجوع كما قال أحد المفكرين. غادي تقولوا لي يلا يا ودي الخير موجود في السوق، طبعا ما غاديش نختلفوا، ولكن بغيتكم سيد رئيس الحكومة تردوا فقط المواطنين والمواطنات المعوزين المقهورين اللي كينزفوا الدم وكيغوتوا دموعهم نازلة وما عندي ما ناكل وقهرنا الغلا. مواطنات شفناهم مغربيات كيتحدثوا على الغلا بشموخ وقوة
قوه وسحر الشخصيه المغربيه، وفجاه كينهاروا بالبكاء امام عدسات الكاميرات. طبعا كما تقول الحكمه، الكرش الجيعانه ما عندهاش الودن باش تسمع، والجوع لا ضمير له. وهذا هو الخطر. بالمقابل البطن الملآن لا يفهم بالجوع، الكرش شبعانه ما كتفهمش في الجوع، وهذا هو الاخطر. جدودنا تعرفوا بجيش المقاومه والتحرير، قوم المعمر من اجل الحريه، واليوم خلقنا جيل جديد، جيل المقاومه، ضحايا التحرير، تحرير المحروقات، جيل يقاوم الغلاء من اجل البقاء. التحرير اللي نجحنا فيه في جميع المستويات الا في قطاع المحروقات، فكيف نفسر هذه الاطروحات لشعب يعيش الويلات؟ الحقد المجتمعي وصل لدرجة أن مواطن مغربي، وأكيد أنكم سمعتوه، كيغوت بغينا الجفاف، نموتوا كلنا بحال الكسيبة. وهذا كلام خطير خصنا نوقفوا عليه. المغاربة عندهم يقين أن توزيع ثروات البلاد غير عادل، وأن الحكومة ما كتنتج الثروة، فقط توزع ما تبقى منها على المحظوظين والمقربين. كتوصفونا وتوصفنا بالمعارضة المريضة، ويمكن غادي نفاجئكم، هذا أول وصف كتوفقوا فيه، حيت بالصح مرضنا، والله تا مرضنا. وحنا كنشوفوا خوتنا المغاربة كيتقطعوا وكيتهانوا تحت شماتة القفة وعوز الجيب وخيبة المائدة وترقب العائلة، وحناجرهم تصيح عاش الملك، بمعنى القوت الوحيد اللي بقى لهم هي الوطنية وحب الملك وحب تربة هذا البلد العزيز. بالمقابل أشنو قدمنا لهم لتقوية هذا الإحساس المواطن بعيد عن الوعود والتبريرات والطمأنينات؟ حالة هؤلاء المواطنين كتعكسها أيضا التقارير الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط. خلال 5 أشهر الأولى من هذه السنة وصل معدل الأسر اللي صرحات بالتدهور ديال المستوى المعيشي ديالها 85.3%، 85.3%، وهو أمر مقلق. وهذا الشيء ربما هو اللي كيدفع هاد المواطنين للبكاء في الأسواق أمام عدسات الكاميرات. بنك المغرب خرجنا من المنطقة الرمادية بالتأشير من مجموعة العمل المالي على نزاهته المالية، لكن بالنظر إلى مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط، الحكومة خاصة تخرج من المغاربة من المنطقة السوداء للقدرة الشرائية. ومادام تقدمتوا سيد رئيس الحكومة بلغة الأرقام، فقط بغيت نتفاعل معكم بلغة الأرقام. نبداو منذ البداية، مشروع القانون المالية ديالكم ديال 2022، كل المؤشرات اللي قدمتو خاطئة ومغلوطة، معدل النمو وعدتو ب 3.2، نزل 1.5، قدرتو السنة الفلاحية ب 80 مليون قنطار، انتهينا ب 34 مليون قنطار، أي بيعة جديدة 67%، وعدتم بالتضخم في حدود 1.2%، تحولنا إلى 8.3%، ارتفع التضخم وغاب التدخل. قلنا يمكن هذه دهشة البداية، جبتو المشروع القانون المالي الثاني لهذ السنة، وعدتم ب 4% كمعدل نمو، توقعات البنك الدولي كتعطيكم ما بين 0.5 و1.5، توقعتوا 75 مليون قنطار، اليوم نحن باقل بكثير من 50 مليون قنطار، التضخم حددتوه في 2%، خاطبتكم من هذا المنبر سيد رئيس الحكومه قلت لكم راه مستحيل، او خا تجيبوا ادم سميت ما غاديش تحققوا هذا الرقم، وكذلك كان. توقعات البنك الدولي اليوم ما بين 8 حتى 10.1%، كيفاش ربما غادي يصدقوا الارقام ديالكم سيد رئيس الحكومه؟ لا حاضرا ولا مستقبلا. وعلى نفسي قرعي الجرس، الوقت الاخضر كانت الاهداف ديالو طبعا السياده الغذائيه، تامين المخزون الاستراتيجي، خلق طبقه وسطى في العالم القروي، وخلق يد عامله قدرتوها بمليون ونصف في افق 2020، مع انتاجيه اللي غتغطي ما بين 50% الى 100% من الاحتياجات ديال المغرب. الظروف المناخيه كانت مواتيه، متوسط تساقطات المطريه السنويه منذ انطلاق المخطط سنة 2008 إلى 2021 فقط 450 ملم في السنة، مقارنة مع الفترة الممتدة ما بين 2000 و2007 واللي ما تجاوزناش فيها 360 ملم، بمعنى ظروف مساعدة كانت سبب إنقاذ المخطط. دخينا الملايير فقط 16000 مليار، واستنزفت الفرشة المائية بنسبة فقط 80%. السؤال اليوم شنو حققنا بهذه الكلفة المائية والمالية الفلكية؟ المحور الأول للمخطط كيتحدث على زراعة عصرية وزيادة في الإنتاج والصادرات لإدماج المغرب طبعا في الأسواق العالمية. مزيان، زراعة حديثة كتعني التكتيف لانتونسيفيكاسيون، الحديث عن التكتيف هو الحديث عن المكننة والبذور المختارة والمواد المتصلة بالصحة النباتية. النتيجة أولا ما تجاوزنا استعمال البذور 1 مليون طن، والهدف كان هو تجاوز 2.5 مليون طن، إذا حققنا فقط
اقل من 40% من الهدف. استعمال البذور المختاره ما تجاوزناش فيها 20%، وقبل المخطط الغريب اننا كنا كنفوت في 16%. المكنانه حسب الاحصائيات اقل من 8 ديال التراكتورات في كل 1000 هكتار في مجال التحويل، الدعامه الثانيه وعدت بتزويد الاسواق المحليه بمنتجات ذات قيمه مضافه. ما حققناش الكثير في الاهداف. النموذج الصارخ وبركان وسعت المساحه من 80000 هكتار الى 125000 هكتار. انتقل الانتاج من 1.2 مليون طن الى ما يقارب 2.5 مليون طن. وجهته الفائض للتصدير. الرد جاكم من الفلاحه، اتخلاوا على الحواميد لانهم اعتبروا حتى حاجه ما دارت لا في التصدير ولا في التثمير. كنا كنصدروا نصف الانتاج من الحواميد، فاذا بالتصدير اليوم ما كيتجاوز 25%. سؤال اخر، اين انعكاس اليوم اقول للمخطط على الناتج الداخلي الزراعي بعد هذا الاستثمار العملاق؟ وما كرهناش سيد رئيس الحكومه تعطينا رقم محين، علما انكم وعدتوا، انتبهوا معايا، انكم تخلقوا نوع من الاستقلاليه الناتج الداخلي الزراعي عن المعطيات المناخيه، وهذا كان تحدي كبير اليوم انتم كتهربوا منه. حسب المعطيات الاخيره للمندوبيه الساميه للتخطيط، تراجع حجم التشغيل بقطاع الفلاحه والغابه والصيد البحري وصل ل 247000 منصب، والاقتصاد الوطني فقد ما بين 2022 و2023 280000 منصب شغل. فين غاديين؟ أمام أول أزمة تبخر المخطط الأخضر لتحل محله إشكالية الجاملة كما سموها بعض الظرفاء، مطيشة بطاطا البصلة الفلفلة التي أعلنت العصيان والتمرد على مائدة المغاربة المقهورين. حريق مرعب شب نيرانه طبعا في جيوب المغاربة بسبب لهيب أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية، يربع كل سلاسل الإنتاج والقضاء على الحلقة الضعيفة هي الفلاح الصغير والمستهلك البسيط. نتيجة مرة أخرى خسرنا الملايير على الزراعة التصديرية لتصدير الثروة المائية. رفعنا شعار تثمين المنتوج وانتهينا بالزيادة في الأثمان. فكيف الحديث عن نجاح المخطط الأخضر بعد كلفته السوريالية؟ صحيح سيد رئيس الحكومة زرعنا 590000 هكتار من الأشجار المثمرة، ولكن جزء كبير منها اليوم كيموت بسبب تدبير الماء. صحيح جزء من الأزمة ما كنختلفوش له جذور جيوستراتيجية، ولكن الجزء الأكبر هو صناعة حكومية محلية والذي لا أساس له، لأن كتقولوا احنا أمام اليوم أصبحنا أمام حكومة تستورد كل شيء كالصورة القاموس وقريبا ربما كبش الميرينوس. اليوم كل شيء كيعرف أن كنحتاجوا في العيد الكبير ما يقارب 1.5 مليون رأس في العيد الكبير. إلا ذبحنا هذا المخزوب مليون اللي عندنا اليوم مباشرة، وأنا كنقولها لكم اليوم مباشرة من بعد العيد الصغير إن شاء الله، العيد الكبير إن شاء الله، ارتقبوا الأسعار والأثمان فين غادي توصل؟ وأنا كنقول لكم راه ما غاديش ينزل اللحم على 120 درهم مباشرة من بعد العيد. طبعا هضرتوا على السيره ديال الرؤوس من الاغنام من برا مزيان، ولكن ذوك المجمعين ذوك الكسابه اللي علفوا ووجدوا شنو 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 خديتي شنو كيفاش غتعاملوا معاهم؟ بمعنى كتقول لهم العام الجاي الشيء قريب ايضا انتظروه، العام الجاي غادي يزيد ديهم لان غادي يخافوا في اي خطره غادي يتم الاستيراد وغادي يمشي المحصول ديالهم. اليوم خصصوا السيد رئيس الحكومه 1100 مليار للجيل الاخضر، ولكن كان طبيعي تقدموا لنا الحساب عن مآل وملايير المخطط الاخضر، واللي السيد وزير الفلاحة كيفتخر بأنه قطع الباع على تادلة، وما أدراك ما تادلة، في زمن ما قبل المخطط الأخضر. وبهذا السلوك راه كنتوجهوا إلى تحويل الجيل الأخضر إلى نسخة ثانية طبق الأصل للمخطط الأخضر بعدم التزامه بأهدافه. طبعا غادي تردوا علينا بقاموس التبخيس والتيئيس ديال المعارضة، ولكن نقترح عليكم نرفعوا اللبس لتروي المغاربة وأدعوكم من هذا المنبر إلى التوقيع على لجنة تقصي الحقائق حول حصيلة المخطط إن كنا فعلا نريد كشف الحقيقة، ولكن ما غاديش تقبلوا كما ما قبلتوش مبادرة تحقيق في غاز روسيا اللي بعد التشكيك في موجة ديال الاتهامات الموجهة للحكومة في هذا الباب، كونه لا 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 عفاك أرجوكم بدون تصفيق، كونه كيتشرى بسعر منخفض والمواطن كيخلصوا بثمن غالي وما نفيتوش الخبر. تقدمنا كمعارضه بعقد هذه اللجنه ديال تقصي الحقائق، ما وقعتوش معنا ما بغيتوش، اقترحنا عليكم نسحبوا هذا الطلب وشكلوا انتم اللجنه باش ما تقولوش كتزيدوا عليكم، ما قبلتوش ايضا. الغريب انهم ضحكوا على المعارضه وسخروا منها لانها فشلت في تجمع التوقيعات المطلوبه، صحيح، ولكن اللي نجحت فيه المعارضه هي من خلال مبادره قانونيه دستوريه في التجاوب مع نبض الشارع ومع اكتواء جيب المواطنين المغاربه.
تقدم لكم واحد المجموعه ديال الاقتراحات ما بغيتوش ما تجاوبتوش معنا وما خليتو منها والو السيد رئيس الحكومه. اقترحنا عليكم دعم مباشر، هذا العام دخلتوا 40 مليار درهم كتحصيل ضريبي من جيوب المغاربه فوق الازمه، باش ما عمرو دخل، ما كنعرفش علاش شي حكومه دخلت 40 مليار فهاد بحال درتو في السنه وعاونوا بها الناس. الا خزينا واحد 10 المليار ديال الدرهم وعطينا لهاد المساكين، جماعه شنو غادي يوقع في ملك الله؟ 10 المليون ديال الدرهم من 40 مليار ديال 10 مليار ديال الدرهم من اصل 40 اللي خديتوها من المغاربه، اعتبروها غادي تقولوا لنا يمكن ما عندناش القاعده اللي غادي نسهلكم، خذوا اعتمدوا القاعده ديال 40. شكرا السيد الرئيس، انتهى التوقيت. نوضح قناعه سياسيه عندنا، احنا ماشي ضد المعارضه، بغيت اولا نوضح قناعه سياسيه عندنا، احنا ماشي ضد المعارضه بالعكس، منذ اليوم الاول يعني ديال تشكيل ديال الحكومه كنا دائما حاصين ان تكون عندنا معارضه قويه كتماس الادوار ديالها، وقمنا بعده لقاءات تشاوريه مع احزاب المعارضه في البرلمان للانصات لتصوراتهم والمقترحات ديالهم، وكنا كذلك حريصين على ممارسة ديال كل طرف للدور ديالو وفق يعني الأعراف الدستورية، وفي نفس الوقت واجهنا بكثير من الحزم التمييع والنقاش المبتدل والشعبوية وممارسة المعارضة بأسلوب يسيء لمكتسبات بلادنا. احنا وهذا غير موجه للمعارضه كلها، يعني كاين داخل طرف من المعارضه كاين اطراف، دونك حنا كنحاول يعني نتكلف سميتو. والسيد الامين العام البرلماني بعد شتو انتقل من الشعر الى التهييج، ولكن راه مسؤوليه. واش السي وزي واش عارف انت بانك جيتي من بعد السي العنصر وبانك عندك حزب كبير قدو قداش؟ راه كبير هذاك الحزب ديال سميتو، راه مسؤولية كبيرة، يعني أنه تاخذها بحال هذا الكلام ديال التهييج ديال المواطنين وهذا، يعني راه باز أنا نقول لك باز، أنا مسؤول وعندي مسؤولية في الحزب وكنعرف اش كنقل وكنعرف اش كنوزن، لأنه وتكلم هو ما يصفقوش هو تكلم وجاوبناه هو حتى واش حتى انا صديق ديالي كاين مشكل. الو لا جدوى من نقاش مؤسساتي اذا تحول لنقاش شعبوي غايته تبخيس المنجز وتحوير النقاش لتحقيق اهداف ضيقه. دونك هاد الشيء تعمل في الوقت ديالو، وهذاك هي اللي كانت البدايه ديال الاستراتيجيه ديال جينيراسيون غرين، هذاك التشخيص اللي كان ديال المسائل اللي كان مازال خصها دار خديناها بعين الاعتبار باش دخلناها لجينيراسيون غرين باش نجيو بها 10 سنين اللي جايه ان شاء الله باش نستعملوها. دونك حنا ما عندنا حتى اشكال ولا قلق باش نتكلموا على مخطط المغرب الاخضر، دونك من يعني الواقع خصو يتقال كيما خصو يتقال. و استراتيجيات هذا واخا مخطط المغرب الاخضر غادي نديرو واحد التقصي الحقائق على واحد المخطط تقول عام الله اش واقع فيه، فيه استراتيجيه، فيه استثمارات، فيه كل حاجه الوقت ديالها، درنا هذه ما درناش هذه توفقنا فيها، ليسونسيال انه كاين واحد لو بلون اللي خلى ان الاستثمارات يمشيو في واحد التوجه. ولا كودي كونت كتبع الامور ديالها في الحسابات الماليه وفي الحسابات ديال المؤسسات وداك الشيء كله، كانوا تبارك الله ديما كانوا ساكنين في وزاره الفلاحه، يعني هذا وهذيك الخدمه ديالهم انهم يديروا الخدمه ديالهم وكانوا كيخرجوا لي رابور. وفين هما القطاعات الاخرى؟ قطاع النهار اللي بدينا مخطط المغرب الاخضر انا مشيت شت سيدنا وقلنا غادي نديروا واحد، قال لي خصك دير واحد المخطط، واحد المخطط اللي هو كبير، المخطط المغرب الاخضر اللي سيدنا بالمناسبه يعني عرفوا بالديطايا، يمكن احسن واحد العدد ديال الناس في يعني في داخل وزاره الفلاحه.
ولا العام. ودنا قلنا باش نديروا المخطط المغرب الاخضر خص يكون كذلك واحد المخطط ديال الماء، لان المزود الرئيسي هو الماء. ومع السي زاهر الله يذكره بخير هنا مشينا واشتغلنا بعد ما سالينا حنا مخطط المغرب الاخضر، بدا الدراسه ديال مخطط ديال الماء. ولكن سمحوا لي، الناس اللي كانوا مكلفين بالماء، الناس اللي كانوا مكلفين بالماء ما كاين اللي كيتحاسب معاهم، ما كاين لا تقييم ولا ايفالياسيون من بعد، ولا واش هذا المشروع دا، ولا كيسول فيه شي واحد، ولا ما كاين غير الدلاح زاكوره ولا دار خاويه وداك الشيء كله. فينا هو الماء؟ فينا هو الماء ديال الطونسفير؟ هذاك الطونسفير اللي بين سبو وبين الرباط، لان الدار البيضاء الرباط دابا حصلوا ما عندهمش الماء باش يشتغلوا، ها هو كيدار. حاجه اللي كان خصنا نديروها في 10 سنين ولا 12 عام، ها هي اليوم درناها في 8 شهور ولا 9 شهور. هذا هو الواقع. الواقع. وانا هنا لا اتجه لحكومتي، اتجه لمسؤولي، وإلا كاين تقصي الحقائق هنا فين خصها تكون. ودي دير اللي بغيتي. وشوف دير اللي بغيتي وقول لي انتوما كتصنعوا دابا الفيك نيوز وتطلعوا وتقولوا للمواطنين وشديتوا ليستوار ديال الغازوال ديال روسيا ودرتوا منه قضيه. راه المغرب راه يمكن ليه يستهلك البرودوي ديال روسيا، ما عنده حتى اشكال. المغرب كان كيجيب لو شابون من عند روسيا، والمغرب لو تقدر يجيب يعني الحبوب من روسيا ولا من اوكرانيا غادي يجيبهم. راه الاشكاليه فين كاينه؟ راه هي التمويل. واحد العدد ديال الابناك ما كيقدروش يحلوا لي زاكريتيف، راه ماشي اشكاليه ديال بحال هزيتي شي برودوي وخاطفوا وجايبوا لداخل البلاد، وتجي وتقول تقصي الحقائق واحد لافير قدا قداش واحد هذا باش وهنيتك بعد هذاك الشيء اللي كيتصحاب لك كاين ما كاينش تهنى في ماشي. الو مرة أخرى لازم حتى إلا ما بغيتيش تقولها نقولها أنا. المشكل ديال الماء راه مشكل أساسي. إي فوز إيماجيني أنه لو كنت ما عندناش المفسوس. شكرا شكرا. تصوروا سير ياك إلى تصوروا أنه ما كانش المفسوس. ما تكونش مطيشة. وإلا ما كانش مطيشة، شفتوا واحد العدد ديال الدول في أوروبا كتمعولة على مطيشة ديال المغرب. ولا ما كايناش مطيشه في المغرب وما كايناش دابا ديجا ما كانتش في الخارج في واحد العدد ديال الدول الاوروبيه وصلت فيها الخمسه ديال الاورو 50 درهم. الا ما كانتش في المغرب انا متيقن بانها توصل 100 درهم. 100 درهم الكيلو خصك تلقاها، لان في البصان ديالنا ما كاينش اللي كيصيبها، فين غادي تجيبها؟ فلهذا اشكاليتنا كبار وحنا كنحاولوا نتجاوزوهم. وكان نقول لكم بان هذه المعضله ديال الماء خصنا نتعايشوا معها وخصنا نعرفوا بان واقع، وزيد عليه هذا الشيء اللي وقع في الانفلاسيون. ولكن هذوك المنتوجات اللي كتجيبوا من الخارج اللي هما السكر والزيت اللي تكلمتي عليهم والقمح كتعرف ديال السياسه كتمشي غير لهذوك اللي ما يمكنش نديروهم هنا. انا نقول لك علاش لا كديرها دائما هسي كديرها دائما. قلت لك هاد ثلاثة ديال لي برودوي، واحد لي برودوي اللي كنجيبو من الخارج كنجيبو 20 مليار ديال المتر مكعب، كنجيبو جوج كنصدو جوج وكنجيبو 10. لو رابور إلو دو 10. الاقتصاد عندنا في الماء 10. اعطيني 20 مليار ديال الماء في العام وندير لك هادشي كله. فهمتي علاش ما كنديروش سميتو؟ لانه الا ما درتش القمح اولا ما كيجيبش لوفوني الفلاح. ونزيدك وفي التحليل ديالهم كذلك انه المنتوجات اللي كنصدوا عندهم التثمين
8 fois plus que داكشي اللي كنجيبو من الخارج. لا فالوريزاسيون ديالهم اللي 8 fois plus باسكو سي دو فورت فالور اجوتي. انا راه ما يمكنش ليا نبقى نقول للفلاح خاصك دير الحبوب وديهم دون تيل كونديسيون وما عندوش الماء وما كاينش الشتاء والصيف ولا مبكر كيجي في ولا كيجي الصيف ولا كيجي دابا في مارس وابريل. اول حاجه لان كنبقاو كنا يعني معارضه والاغلبيه مغاربه وكنبغيو بلادنا وكنبغيو وطننا وهي ما تنساوش فهموا انه تبغي تقول بانه المغاربه وهذا ولكن قلت هذا الشيء بني ملال وما جاب الله تيسير. لان المغاربه عارفين دابا دابا لان المغاربه شوف لان المغاربه عارفين الوضع دونك انا ما عندي يعني لي كريتيك بغيناهم ولكن شويه ديال التوازنات هي باش ما نغلطوش المواطن. صحاب باقي عندنا دابا ابقى دابا ابقى ساهل ما غاديش هنا. قال لك سيدي يعني دبو لا تي شكون اللي طلبت لي العربيه؟ شكرا 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 سيد نائب سي الحسن خلينا عافاك سي الحسن سي الحسن سيد نائب سيد نائب وصافي صافي صافي ايوا هذا قال لك هذاك كيو سي حسن دونك هادو واحد العدد ديال الله يخليك سي دايس هادو واحد العدد ديال الامكانيات اللي عملنا مع الفاعلين في القطاع باش نحاولوا نجيبوا الاثمنه تكون في واحد المستوى اون ميم طون في نفس الوقت نحافظوا يعني على القطيع ديالنا ونحاولوا سميتو بيان سور العيد كاين ان شاء الله يكون بخير غادي الاغنام غادي نخليو بانه يعني الاستيراد ديالهم يكون في يعني في الاسابيع والشهور المقبله باش يبقى الثمن على الاقل ديال الذبيحه اللي كاينه في لي زاباتوار وداك الشيء تكون مستقره ان شاء الله.